أيمن حفني. ما انا مش هقول لك دي. لا أيمن حفني، أنا بتكلم على أيمن حفني، لأن الكلام إن حضرتك كنت موجود والكابتن سيد عبد الحفيظ كان وقتها. كان وقتها كابتن سيد عبد الحفيظ. آه بس أنا أقول لك أنا حاجة، إذا كان سلمت أعتقد من أيام، أنا حسب معلوماتي إن حضرتك سلمت العقود. سلمتها. سلمت عقود بس أيمن حفني. بس هو أيمن الحقيقة وهو بيمضي لي، أنا هقولها قدام الله شهادة لله يعني. لا برجع لي يا عبد الظاهر، ربنا يبارك لك عشان الشهادة لله. لا مضى في البيت عندي. مضى في البيت. في البيت عندي، هو جاري. نعم. جارك فين؟ وجاي هو وعيلته والوكيل وكل حاجة. بس أنا قلت له إذا كان مبسوط جدا بالتوقيع الله طبعا، بس قلت له لو الأهلي ما خلصكش أنا مش هضرك بهذه العقود. بس كان الأهلي بيخلصوا، عشان كده أنا اديت العقود. طب ليه النادي الأهلي مطلع العقود دلوقتي؟ ما طلعهاش. وفين طلعها فين؟ مش يمكن دي أحد الأسباب إن الأهلي مش عايز يقدمها؟ لأن كان الراجل انا وعدته ان انا اذا ما خلصتش مش هقدم العقود. بس حضرتك سلمتها سلمتها للمسؤول لانه كان بيخلصها. كابتن سيد مشي والعقود فضلت بقى في النادي الاهلي. يعني العقود موجوده عند الكابتن سيد في البيت؟ مش، لا موجوده طبعا عند المدير الجديد. كابتن علاء عبد الصمد. موجوده مع الكابتن علاء عبد الصمد. وما اظنش ان الاهلي حي يعني، لان انا يعني احنا وضحنا دي ليه؟ عشان كده. عشان دي من اول يوم مفيش تدليس لبيني وبينه. لا هو كان في نيته يلعب بيا، ولا كان في نيتي ان انا اضغط عليه واقعه عشان اذيه. هنكمل قصه ايمن حفني دي بس نشوف خالد قمر.